الله أكبر، الله، أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح، وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم أثر، ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع بهم في العلم والعمل والقدوة، أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين الرابع من شهر جماد الأولى من سنة 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المكمل للأربعين بعد المئة من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، وهو الدرس الأخير من دروس شرح ألفية ابن مالك، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. في الدرس الماضي ودروس قبله تكلمنا على الإبدال، وقلنا إن ابن مالك رحمه الله تعالى عقد باب الإبدال وبعده خمسة فصول تتبعه، ومجموع الأبيات في هذا الباب والفصول التي تتبعه 48 بيتا، كلها كانت في موضوع الإبدال، شرحناها كلها ولله الحمد، ولم يبق إلا بيت واحد في الفصل الأخير من الفصول التي ذكرها بعد باب الإبدال. وهذا الفصل كان في أي موضوع؟ كان في الإعلال بالنقل، كان في الإعلال بالنقل. والبيت الذي بقي هو قول ابن مالك رحمه الله: ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرن فقررن وقرن نقلا. فقوله رحمه الله: ظلت وظلت في ظللت استعملا، يعني أن الفعل ظللت إذا أسند إلى تاء الضمير أو نونه جاز فيه ثلاثة أوجه: الأول إتمامه كقولك ظللت أعمل كذا إذا عملته بالنهار، والثاني حذف إحدى اللامين وكسر الفاء فتقول ظلت أعمل كذا، والثالث حذف إحدى اللامين وفتح الفاء كقولك ظلت أعمل كذا. فالمعنى فيها واحد، ولكن اللغة السماع جاء بهذه الأوجه الثلاثة فيها. فقولنا إذا أسند إلى تاء الضمير أو نونه ماذا يشمل؟ تاء الضمير، ماذا نريد بتاء الضمير؟ تاء الفاعل، سواء كانت للمتكلم ظللت أو للمخاطب ظللت أو للمخاطبة ظللتي. والنون يشمل نون النسوة: النسوة ظللن يعملن كذا، ويشمل ناء المتكلمين: نحن ظللنا نعمل كذا. هذه الضمائر لها اسم يجمعها: تاء الفاعل ونون النسوة وناء المتكلمين، ماذا تسمى؟ ضمائر
الرافع المتصلة المتحركة. نعم، نحن نعلم أن الضمائر المتصلة كم؟ 9، 5 منها مختصة بالرفع وهي ضمائر تواني، أي التاء تاء الفاعل والواو واو الجماعة والألف ألف الاثنين والنون نون النسوة والياء ياء المخاطبة، هذه مختصة بالرفع. وثلاثة وهي المجموعة في قولك هيك، وهي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، هذه تأتي في النصب والجر ولا تأتي في الرفع. التاسع هو ناء المتكلمين، وهو يأتي في الرفع ويأتي في النصب ويأتي في الجر. فالضمائر المتصلة 9، ما الذي يأتي منها في الرافع بعد هذا الشرح؟ 5 أم 6؟ 6، 5 مختصة بالرافع وهي تواني، وناء المتكلمين تأتي رفعا ونصبا وجرا. إذن فضمائر الرافع المتصلة التي تأتي في الرفع 6، وهي تواني مع ناء المتكلمين 6. هذه 6 لو تأملت فيها وجدت 3 منها متحركة، وهي تاء الفاعل ونون النسوة وناء المتكلمين، تسمى ضمائر الرفع المتحركة المتصلة. وهذه الضمائر أحكامها تتشابه في النحو والصرف، وثلاثة منها ساكنة، وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، وهذه الثلاثة أحكامها أيضا تتشابه في النحو والصرف. وقولنا جاز فيه 3 أوجه: الإتمام وحذف إحدى اللامين وكسر الفاء، وحذف إحدى اللامين وفتح الفاء. أما الوجه الأول فهو إتمام الفعل بعدم حذف شيء منه، وهذا هو الأصل، كغيره من الأفعال. تقول ظللت وظللت وظللت وظللنا وظللنا، هذا هو الأصل. والثاني حذف إحدى اللامين وكسر الفاء، فتقول ظلت أفعل كذا فما اللام المحذوفة؟ إذا قلت ظلت حذفنا إحدى اللامين وكسرنا الفاء يعني الحرف الأول، فما اللام التي حذفت؟ الأولى أم الثانية؟ خلاف. المشهور أن المحذوف اللام الأولى، ظ ليل تو حذفنا اللام الأولى. طيب وكسرتها ألقيناها على الظاء على الفاء، فقلنا ظلت، هذا قول سيبويه وهو المشهور عند النحويين. وقيل المحذوف اللام الثانية، اللام الثانية وهي ساكنة ظللت. طيب فإذا كان المحذوف اللام الثانية الساكنة ظللت، احذف اللام الساكنة، ماذا سيكون عليه الفعل؟ ظللت، ظللت، ظللت. وتاء الفاعل ضمائر الرفع المتصلة المتحركة إذا اتصلت بالفعل الماضي ماذا تفعل في آخره؟ تسكنه. فتاء المتكلم سكنت آخر الفعل وهو اللام، فنقلت حركة اللام إلى الظاء فقيل ظلت.
فهذا قولان في المسألة، والقول المشهور أقل عملا وتغييرا. والوجه الثالث الجائز حذف إحدى اللامين وفتح الفاء، فتقول ظلت أفعل كذا، ومنه قوله تعالى فظلتم تفكهون. وما اللام التي حذفت؟ فيه الخلاف السابق. نعم، فهذا هو قول ابن مالك رحمه الله، ظلت وظلت في ظللت استعملا، يعني أن الفعل ظللت جاء فيه في الاستعمال أي في السماع ظلت وظلت. والمراد بظللت هو الفعل المضعف المكسور العين، ظللت مضعف ومكسور العين. والسؤال بعد ذلك، هل هذا الحكم خاص بالفعل ظللت أم يقاس عليه مثله؟ وما مثله؟ كل فعل ثلاثي مضعف مكسور العين، كل فعل ثلاثي مضعف مكسور العين. خلاف، فبعضهم يقول إنما سمع ذلك في هذا الفعل فيقتصر على السمع، وهذا هو ظاهر الألفية، إذ قال ظلت وظلت في ظللت استعملا. والمشهور أنه يقاس عليه مثله، أي أن الحكم ينقاس في كل فعل ثلاثي مضعف مكسور العين، نحو ظل يظل ومل يمل. فإن قلت وكيف عرفنا أنه مكسور العين وهو مضعف؟ مضعف ظل لا، ظل لا، أين العين في ظل لا؟ اللام الأولى، واللام الأولى مدغمة في اللام الثانية، ومعلوم أن الإدغام يوجب إسكان المثل الأول، فاللام ساكنة، لكنها سكنت من أجل الإدغام، وإلا فهي في الأصل متحركة. طيب، في الأصل متحركة بماذا؟ بالفتح أم بالضم أم بالكسر؟ لا يعرف ذلك إلا العالم طالب العلم، الظاهر كل يعرفه، أما غير الظاهر لا يعرفه إلا العالم، وذلك بأن تقيسه على نظائره، بأن تقيسه على نظائره. وسبق أن درسنا في باب التصريف أن الفعل الماضي يأتي على كم وزن؟ الفعل الماضي ليس الاسم، الاسم له 10 أوزان الثلاثي، لا، الفعل الثلاثي الماضي له 3 أوزان، فعل وفعل وفعل. طيب، ودرسنا أيضا أن الأول فعل كم له من مضارع؟ 3 مضارعات، فعل يفعل بضم العين وهذا الأكثر، مثل كتب يكتب وقتل يقتل. والثاني فعل يفعل بكسر العين وهذا كثير، كجلس يجلس ونزل ينزل. والثالث فعل يفعل بفتح العين وهذا قليل، ويكاد يكون منحصرا
فيما كانت عينه أو لامه حرف حلق، مثل ذهب يذهب العين حرف حلق، قطع يقطع اللام حرف حلق، ومنع يمنع، وهب يهب، ومنح يمنح، وفتح يفتح. إذن فعل متى يكون مضارعه على يفعل، آسف، فعل متى يكون مضارعه على يفعل بفتح العين؟ إذا كانت عينه أو لامه حرفا حلقيا. طيب، والوزن الثاني للفعل الماضي الثلاثي فعلا، كم له من مضارع؟ درسنا أن له مضارعين، الأول فعل يفعل بفتح العين، وهذا هو الأغلب، ليس الأكثر، هذا هو الأغلب فيه، مثل فرح يفرح، وطرب يطرب، وغرق يغرق. والمضارع الثاني فعل يفعل بكسر العين، وهذا قليل، قليل أو نادر، حتى أنهم حصروه في 8 أو 11 فعلا، مثل حاسب يحسب في لغة، ومثل ورث يرث. إذن فعل ما مضارعه في الأغلب؟ يفعل. والوزن الثالث للفعل الماضي الثلاثي فعل، وليس له إلا مضارع واحد مثله، فعل يفعل بضم العين، مثل كبر يكبر، وعظم يعظم. بذلك عرفنا أن يفعل يفعل ماذا يحتمل أن يكون ماضيه؟ يفعل، هل يحتمل أن يكون ماضيه فعل؟ لا، يحتمل أن يكون ماضيه فعل أو فعل. يكون ماضي فعل إذا كانت عينه أو لامه حرفا حلقيا، فإن لم يكن كذلك فإن ماضيه فعل، هذا القياس. فإذا رأينا يظل، يظل، ما وزن يظل؟ يفعل، الأصل يظلل، ثم حصل إدغام فانتقلت الفتحة إلى الساكن قبل المدغم، يا ضاء، ليس يا ضي أو يا ضو، لا، يا ضاء، يظل، إذن يفعل. فإذا كان المضارع يظل، إذن فالماضي فعل أو فعل؟ أحدهما. والحرف هنا هل عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق؟ لا، إذن فالماضي فعل أو فعل؟ فعل. إذن ظل يظل على فعل يفعل. طيب، فإذا أردت السماع القاطع بذلك، نقول إذا اتصل بضمير متحرك مثل تاء المتكلم، فإن العرب تقول ظللت، ظللت، فتعود إلى الأصل فكسرت، ظللت. فهذا من حيث السماع، وهذا من حيث القياس. وكذلك مل يمل، لو أسندته إلى تاء المتكلم كنت تقول مللت أو مللت، مللت، لأن المضارع يمل بالفتح، مضارع بالفتح، إذن الماضي بالكسر، مللت أمل. طيب، ثم قال ابن مالك في الشطر الثاني وقرنا فقررنا، قرن فقررن، يقول إن الفعل المضارع المضعف المكسور العين، المكسور العين يعني على وزن ماذا؟ يفعلنا، إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء، وكذلك الأمر منه. نحو قر يقر، قر يا
يقر، المضارع على أي وزن؟ يقر، يفعل، يفعل. إذن الماضي ليس فعل قطعا. طيب هل الماضي فعل أو فعل؟ إذا كان المضارع يفعل فعل، لأن يفعل يأتي في الكثير ماضي فعل. طيب يأتي فعل لكنه قليل أو نادر، فنحمل على الكثير حتى يأتي دليل يبين أنه جعل هذا القليل أو النادر. إذن فقر يقر على فعل يفعل. الدليل السمعي على ذلك أن العرب تقول قررت في المكان، يعني سكنت فيه واستقرت فيه. فعلى ذلك إذا أسندت المضارع منه يقر إلى نون النسوة تقول النسوة يقررن في المكان، النسوة يقررن في البيت، فلك حينئذ أن تتم، تأتي بالرأين يقررن في المكان، ولك أن تحذف إحدى الرأين وتنقل الكسرة إلى الساكن قبلهما، يعني إلى القاف، فتقول يقرن في البيت، النسوة يقرن في البيت. إذا لك يقررن ويقرن. والأمر من يقررن اقررن في البيت، والأمر من يقرن في البيت قرن في البيت، وهذه قراءة الجمهور، قراءة الجمهور وقرن في بيوتكن، وهي قراءة السبعة غير نافع وعاصم. ووجه هذه القراءة قرن في بيوتكن أن الفعل من قر بالمكان يقر، وأصله قررا يقرر، فعل يفعل، فحذفت إحدى الرأين ونقلت الكسرة إلى الفاء سمعا. وأشار ابن مالك في قوله في آخر البيت وقرن نقلا، وقرن نقلا، أشار بذلك إلى قراءة نافع وعاصم من السبعة وقرن في بيوتكن بفتح القاف. وقرن، ما وجه هذه القراءة؟ الوجه أن الفعل من قر بالمكان يقر، أحسنت، من قر بالمكان يقر، قر بالمكان يقر. طيب لو قلنا إن الأصل قر يقر، يقر يفعل المضارع، طيب والماضي ماضي هذا الفعل قر يقر، هل هو فعل أم فعل؟ ها، إذا قلت إن المضارع يقر يفعل فالماضي فعل، لما شرحناه قبل قليل. نعم، إذن فالأصل على هذا الوجه قرر يقرر، فعل يفعل، بمعنى يقر يعني يمكث ويستقر، وقد حكاه ابن القطاع لغة، حكى ابن القطاع وهو من اللغويين أنه يقال في قر يقر قر يقر بالمعنى نفسه، ثم حذفت إحدى اللامين إحدى الرأين في القراءة ونقلت الفتحة، لأنه يقر الموجود الفتح، ونقلت الفتحة فقال قرنا، وهذا نادر لأن التخفيف لا يكون بالفتح، يعني الشيء المفتوح لا يدخله التخفيف لأنه خفيف، وإنما التخفيف يكون في المكسور العين لثقله. فائدة في هذا الفعل قر يقر
وقر يقر. المشهور في هذا الفعل أنه يقال قررت بالمكان أقر فيه، إذا سكنت فيه فهو على فعل يفعل، قر يقر إذا استقر وسكن فهو على فعل يفعل، ويقال قررت عينا أقر، إذا سررت قررت عينا أقر، إذا سررت فهو على ماذا؟ على وزن فعل يفعل. والحكم السابق إنما هو في مكسور العين، في مكسور العين، إذن فهو في قر يقر بمعنى سكن، لا في مفتوح العين يقر. فعلى ذلك قراءة الجمهور هي التي جاءت على القياس وقرن في بيوتكن، وقراءة نافع وعاصم وقرن في بيوتكن لم تأتي على القياس، وإن كانت فصيحة في السماع. بهذا ينتهي الكلام على الإبدال ببابه وفصوله الخمسة التابعة له. هل هناك من سؤال فيه؟ نريد أن نلخصه بسرعة لأن الكلام تطاول عليه. خلاصة الكلام على الإبدال أن أغلب الإبدال إنما يقع في أحرف يسمونها أحرف الإبدال. كم وما هي؟ كم أحرف الإبدال يا شباب؟ لا، الأغلب هي أربعة. أغلب الإبدال إنما يقع في أربعة أحرف، وهي آوي، آوي أي حروف العلة مع الهمزة، وذلك بانقلاب بعضها إلى بعض. الإبدال يكون بانقلاب هذه الأحرف الأربعة حروف العلة والهمزة بعضها إلى بعض، وقد يقع قليلا بين غيرها، بين غيرها، فمجموعها جميعا في الأغلب وغير الأغلب كما قال الأخ في هدأت مطيع. طيب، أما الأغلب فهي في آوي، الهمزة والواو والياء والألف. نبدأ بالهمزة. الهمزة تبدل إلى ماذا؟ إلى الواو والياء والألف، فإبدالها ألفا نحو قولهم كاس في كأس، وإبدالها واوا نحو قولهم مؤمن في مؤمن، وإبدالها ياء نحو قولهم ذيب في ذئب. فهذا إبدال الهمزة إلى أحرف العلة. والواو تبدل إلى ماذا من هذه الأحرف؟ تبدل إليها جميعا، تبدل همزة وألفا وياء. فإبدال الواو همزة نحو قائل من قال يقول، وإبدالها ألفا نحو سما من يسمو سموا، فالواو انقلبت ألفا، وإبدالها ياء نحو راضيا من الرضوان، انقلبت الواو ياء. والياء كذلك تبدل همزة وألفا وواوا، فإبدال الياء همزة نحو بائع من باع يبيع،
وإبدالها ألفا نحو رمى من يرمي رميا، وإبدالها واوا نحو موقن من اليقين، فانقلبت الياء واوا. والألف تبدل أيضا همزة وواوا وياء، فإبدال الألف همزة نحو جمعهم سحابة على سحائب، وإبدالها واوا كتصغيرهم شاعرا على شويعر، وتصغيرها ياء كجمعهم مفتاحا على مفاتيح. بذلك يعلم أن أغلب الإبدال يكون في الهمزة وحروف العلة بأن ينقلب بعضها إلى بعض، وكلها قد تنقلب إلى كلها. كل ذلك قد جاء في لغتنا الشريفة. هذا ما يتعلق بباب الإبدال، انتهينا منه بحمد الله تعالى، وهو أهم وأشرف أبواب علم التصريف، بل هو الغاية من التصريف، فإن ما ذكر قبله في الغالب مقدمة وتوطئة له بأن تضبط التصريف حتى تصل إلى باب الإعلال لتعرف ما الإعلال الذي حدث في اللغة. ولن تستطيع أن تعرف يعني ما حصل من إعلال، شرحنا قواعد الإعلال وفيها تفاصيل وفيها، لكن لن تستطيع أن تضبطها حتى تضبط قواعد سابقة ذكرت ودرست في علم الصرف. يبقى في الألفية بعد ذلك الباب الأخير، وهو باب الإدغام، وهو آخر باب في الألفية. وعلى ذلك جرت كثير من كتب النحو وكذلك كتب الصرف، ويجعلون هذا الباب في الأخير. باب الإدغام عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 8 أبيات، قال فيها: أول مثلين محركين في كلمة ندغم، لا كمثل صففي وذلل وكلل ولببي، ولا كجسس ولا كخصصبي، ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه، فك بنقل فقبل، وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته، وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي، وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم. فهذا هو باب الإدغام. الإدغام مصطلح، فالبصريون يستعملون الإدغام، وهذا هو المصطلح المشهور عندهم، وهو الذي استعمله سيبويه في كتابه، ويستعملون الإدغام. فالإدغام من إدغم الشيء في الشيء، والإدغام من أدغم الشيء في الشيء. فالإدغام افتعال، والإدغام إفعال. وأما الكوفيون فإنما يستعملون مصطلح الإدغام، وكذلك أغلب القراء وخاصة المتأخرين يستعملون هذا المصطلح الإدغام. وأما تعريفه، فالإدغام هو إدخال حرف بحرف بحيث يصيران
حرفا واحدا مشددا. هذا هو تعريف الإدغام، إدخال حرف بحرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وحقيقة الإدغام، حقيقته الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل بينهما، بحيث ينطقان دفعة واحدة. أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد لا تفصل بينهما بفاصل، طبعا لا بحرف ولا بحركة، ليس بينهما فاصل، فينطقان دفعة واحدة. والإدغام يدخل على جميع الحروف، كل الحروف قد يدغم المثلان منهما في بعضهما إلا الألف، أي الألف المادية فلا إدغام فيها، بل لا يلتقي ألفان. والغرض من الإدغام هو التخفيف، فكونك تنطق حرفين حرفا واحدا مشددا بنطق واحد أخف من أن تنطق حرفين. والإدغام لا يكون إلا في حرفين متماثلين، الإدغام لا يكون، لا يحدث إلا بين حرفين متماثلين، بأن يكون إما من جنس واحد سواء في كلمة نحو مر را ورا، أو في كلمتين نحو قل له قل له، أو من جنسين متقاربين نحو ادكر، وشرحنا ذلك قريبا، ونحو قل ربي قل ربي. وفي المتقاربين كيف يحدث الادغام؟ لا بد من قلب أحد الحرفين ليكون مماثلا للآخر، لأننا قلنا إن الادغام لا يحدث إلا بين متماثلين، حتى لو كان بين متقاربين كاللام والراء قل ربي لا يحدث الادغام حتى تقلب اللام راء ثم تدغم قل ربي. فالادغام لا يمكن أن يحدث إلا بين متماثلين. والإدغام على ثلاثة أنواع، هذا الذي قد يهمنا لأنه سيأتي في الشرح. الإدغام على ثلاثة أنواع: النوع الأول الإدغام الواجب الذي لا بد منه وخلافه يعد خطأ في اللغة، نحو فر فتقول فر زيد، ولا يصح أن تقول فرر زيد، هذا إدغام واجب. والثاني الإدغام الجائز، يعني يجوز أن تدغم الكلمة وأن تفك الكلمة، نحو غض بصره والأمر منه، غض بصرك واغضض بصرك، فالإدغام هنا جائز وسيأتي شرحه. والنوع الثالث من الإدغام هو الإدغام الممتنع الذي لا يجوز فيه الإدغام، بل لا بد فيه من الفك، كقولهم ذلل، جمع ذلول ذلل، ولا تقل ذل، ذل كلمة أخرى ليست جمعا لذلول على ذلل. نعم. فإذا جاء مثلان أولهما ساكن والثاني متحرك،
إذا جاء مثلان أوله مساكن والثاني متحرك فما حكم الإدغام؟ واجب واجب. نحو اتبع اتبع، هذه افتعل من تبع، الفاء في افتعل تاء لأن من تبع ات، ثم جاءت تاء افتعل مفتوحة، فتحقق شرط الادغام الواجب، فحينئذ يجب أن تدغم فتقول اتبع، ولا يمكن هنا أن تفك. وكقولك من ناصر، الإدغام واجب. وكقولك قد دفع، ما يصح أن تقول قد دفع، بل لا بد من الإدغام. وكقولك قل له، وهكذا. فالإدغام في مثل ذلك واجب لتحقق شرطه. والشرط هنا أي عند اجتماع مثلين أولهما ساكن والثاني متحرك، قلنا الإدغام واجب، واجب بشرط، بشرط ألا يكون الساكن الأول مدة في الآخر، بشرط ألا يكون الساكن الأول مدة في آخر الكلمة، فإن كان كذلك لم يجز الإدغام ووجب الفك. كقولك يعطي ياسر، يعطي ياسر ما يجب عليه، هنا ما تدغم يعطي ياسر، خطأ، بل تفك يعطي ياسر بلا إدغام. وكقولك يدعو وائل إلى الحق، يجب الفك ولا تدغم يدعو وائل، هنا الإدغام غير جائز. هذا ما يتعلق بالمثلين إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا. طيب، وما حكم المثلين إذا اجتمعا وهما متحركان؟ ما حكم المثلين المتحركين من حيث الإدغام؟ ذكر حكمهما ابن مالك في أول بيت فقال أول مثلين محركين في كلمة ندغم فيجب أن يدغما في بعضهما، نحو فر الرجل يفر، والأصل كما عرفنا فرر، والأصل فرر يفرر، فرر فعل، لأن الثلاثي ما فيه إلا فعل وفعل وفعل، ما فيه فعل، فهو فعل فرر، فلوجود هذين المثلين المتحركين وجب الإدغام فتقول فر، وكذلك يفرر يجب الإدغام فيه فتقول يفر، وكذلك هد البيت يهده، وظل يظل، ولب الرجل يلب أي صار لبيبا، لب الرجل صار لبيبا. فما حكم إدغام المثلين؟ واجب بستة شروط، بستة شروط ذكرها ابن مالك. الشرط الأول أن يكون أي الحرفان، أن يكون الحرفان في كلمة واحدة مثل فر يفر إلى آخره. فإن كان المثلان في كلمتين، المثل الأول في آخر الكلمة الأولى والمثل الثاني في أول الكلمة الثانية، فالإدغام جائز لا واجب. نحو جعل لكم، جعل لكم يجوز الفك وهو الأكثر في اللغة، ويجوز الإدغام، فإذا أدغمت وجب تحقيق شرط الإدغام بإسكان
المثل الأول فتقول جعل لكم، ويسمون الإدغام هنا الإدغام الكبير، أن تدغم متحركين. وكذلك يذهب هذا مسرعا، يذهب لا يذهب هذا ما يصلح، نقول يذهب هذا اسم يبدأ بالباء باسم، يذهب باسم مسرعا، لك أن تقول يذهب باسم مسرعا، أو تفك يذهب باسم مسرعا. وكقولك هذا قلم مالك، قلم مالك لك الفك وهو الأكثر، والإدغام جائز، فتقول هذا قلم مالك. وهذا هو قول ابن مالك قبل قليل في كلمة، أي أن الإدغام بين المثلين المتحركين لا يكون واجبا إلا إذا كان المثلان في كلمة، أما إذا كان في كلمتين فالإدغام جائز. الشرط الثاني لوجوب إدغام المثلين المتحركين ألا يكون ذلك في وزن فعل بضم الفاء وفتح العين، فعل، ولا فعل بضم الفاء والعين، ولا فعل بكسر الفاء وفتح العين، ولا فعل بفتح الفاء والعين. فإن كانت الكلمة على شيء من هذه الأوزان لم يدغم المثلان في بعضهما، نحو صفف، جمع صفة، صفة فعلى تجمع على فعل صفف، وهنا لا يجوز الإدغام لأن الكلمة على وزن فعل. وكجمع درة نقول درر ولا ندغم، وكذلك جمع ذلول نقول ذلل على لا إدغام، وجمع جديد على جدد فعل. وكذلك لو جمعنا لمة الرجل الشعر فنجمعها على لمم فعل بلا إدغام. وكذلك الكلة، والكلة هي التي تسمى الآن الناموسية، يعني قماش رقيق يقي الإنسان من الحشرات ونحوها، وتجمع على كلل بلا إدغام لأنها على وزن فعل. وكذلك الطلل وهي بقايا الأبنية ونحوها، لا إدغام لأنه على وزن فعل. وكذلك اللبب، واللبب هو موضع القلادة من الصدر يسمى اللبب. وقد ذكر ابن مالك هذا الشرط بقوله لا كمثل صفف وذلل وكلل ولبب، فاشترط ألا تكون الكلمة على وزن من هذه الأوزان. ثم قال ابن مالك رحمه الله وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل، يعني أنه جاء الفك وعدم الإدغام خلافا للقياس في غير الأوزان المذكورة، فجعله شاذا يحفظ ولا يقاس عليه، كقولهم ألل السقاء، ألل السقاء إذا تغيرت رائحته، السقاء الذي يسقى به يكون في العادة من جلد أو نحوه، فقد تتغير رائحته فيقال ألل السقاء، مع أن ألل كان ينبغي فيه الإدغام على القياس فيقال ألا السقاء، ولكنه جاء بالفك سماعا. وكقولهم لححت عينه إذا التصقت بالرمص، يعني إذا أصابها الرمص أو ما يسمى بالغمص،
فيقال لححت عينه إذا التصقت. ومن ذلك قول الراجز الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي، والشاهد في قوله الأجللي أجلل هذا على وزن ماذا؟ أفعل، ليس على شيء من الأوزان السابقة، فكان القياس إدغامه أم فكه؟ إدغامه، فيقال الأجل، وإنما فكه لضرورة الشعر، وإلا فالواجب إدغامه. فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث لوجوب إدغام المثلين المتحركين ألا يتصل أول المثلين بمدغم، ألا يتصل أول المثلين بمدغم، نحو جسس، جسس جمع جاس، جاس على وزن ماذا؟ فاعل، جاسس، ثم ادغم المثلان جاس، وفاعل يجمع على فعل مثل جالس وجلس وصائم وصوم، فجاس جمع على فعل فقيل جسس. طيب جسس، الآن عندنا السين الأخيرة وسين قبلها، فلماذا لم تتقن السين الأخيرة بالسين التي قبلها؟ لأن السين الثانية مدغمة جسس، فلا يحدث إدغام بعد ذلك. الشرط الرابع ألا يكون ذلك في وزن ملحق، ألا يحدث ذلك في وزن ملحق، وتكلمنا عن الإلحاق في دروس متعددة مما سبق، وهو أن تلحق بناء ببناء أعلى منه بزيادة، تلحق الثلاثي برباعي أو الرباعي بخماسي أو الخماسي بسداسي بزيادة تدخلها لا لشيء، يعني لا لمعنى، إلا لمجرد أن تلحق الثلاثي بالرباعي أو الرباعي بالخماسي. فمن ذلك قولهم قردد، قردد، قردد هذا ثلاثي القاف والراء والدال، لماذا زدنا دال أخرى؟ فقالوا قردد فقط لنقل الثلاثي إلى وزن فعلل كجعفر فألحقوه بجعفر، هذا الإلحاق. والقردد هو المكان الغليظ المرتفع. وقولهم مهدد اسم امرأة، فقردد فيه مثلان متحركان لكن لا يدغم أحدهما بالآخر لأنه في وزن ملحق. وكذلك قعنسس أي تأخر ورجع. ومن ذلك مثال ابن مالك ولا كهيللا، يقال هيلل الرجل إذا أكثر من قولي لا إله إلا الله. فعلى ذلك تعرف أن هيلل الرجل فعل أم اسم؟ فعل ماض، إذن فضبطه الصحيح في الألفية ولا كهيللا، وضبط في بعض النسخ خطأ ولا كهيلل فجعلوه اسما وهذا خطأ. والسبب في عدم وجود الإدغام في الوزن الملحق أن الإدغام سيغير صيغته، والملحقات يراد بها لفظها، يعني لفظها مقصود، صياغتها مقصودة، فلهذا لم يغير لفظها بالإدغام. الشرط الخامس لوجوب إدغام المثلين المتحركين ألا تكون حركة المثل الثاني عارضة، مثلان حرفان مثلان يجب أن تكون حركة الأول أصلية وحركة الثاني أصلية لا عارضة، كالأمثلة السابقة مثل فرر فر
لكن لو قلت أخصص أبي بهذا الأمر، أخصص فعل أمر مبني على السكون، أبي مفعول به بهذا الأمر، أبي مبدوء بهمزة مفتوحة، ومن أحكام الهمزة أنه يجوز أن تخفف إذا كان قبلها ساكن بأن تلقى تحذف وتلقى حركتها على الساكن قبلها، فعلى ذلك يجوز لك في قولك أخصص أبي أن تقول أخصص أبي، أخصص أبي، تحذف الهمزة وتلقي حركتها على الساكن قبلها، وهذا جائز في كل همزة متحركة قبلها ساكن. فإذا قيل أخصص أبي، نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الشرط الخامس لوجوب إدغام المثلين المتحركين ألا تكون حركة المثل الثاني عارضة، كما في نحو أخصص أبي، فإذا خففت الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها قلت أخصص أبي، فتحقق أن المثلين وهما الصادان أنهما متحركان، ومع ذلك يمتنع الإدغام لأن حركة الثاني عارضة وليست أصلية، وهذا هو قول ابن مالك ولا كخصص بي. فهذه خمسة شروط لوجوب إدغام المثلين المتحركين، وقد ذكرها ابن مالك، ونحن قلنا إن شروط إدغام المثلين المتحركين ستة، إذا بقي شرط سادس لم يذكره ابن مالك رحمه الله، وهو ألا يكون المثلان في أول كلمة، ألا يكون المثلان في أول كلمة، كقولهم ددن، ددن وهو اللهو واللعب، اسم من أسماء اللهو واللعب، يقال ددن ويقال ددا ويقال دد، كلها بمعنى اللهو واللعب، فاجتمع الدالان في أول كلمة فلا يجوز فيهما الإدغام، والعلة واضحة، وهو أن الإدغام سيوجب إسكان الأول، ولا تبدأ الكلمة في العربية بساكن. ثم قال ابن مالك رحمه الله وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر، بعد أن ذكر من قبل الإدغام الواجب ذكر في هذا البيت ثلاثة أشياء مما يجوز فيها الإدغام والفك، ثلاثة أشياء يجوز فيها الإدغام والفك. الأول ما كان مثلاه يا أيني لازما تحريكهما، ما كان المثلان فيه يا أين متحركين تحركا لازما ليس تحركا عارضا، نحو حييا حييا، حيي الرجل يعني بقي على قيد الحياة، وعيي أي تعب، فيجوز فيهما الفك، حيي الرجل وعيي الرجل، ويجوز فيهما الإدغام فتقول حي الرجل وعي الرجل بالمعنى نفسه، قال تعالى ليحيى من حيي عن بينة، وفي قراءة ويحيى من حي عن بينة، فكلاهما وجهان جائزان في اللغة. والثاني مما يجوز فيه الإدغام والفك مما ذكره ابن مالك في هذا البيت الفعل المبدوء بتاءين، الفعل المبدوء بتاءين، نحو تتجلى وهذا مثال ابن مالك، ونحو تتوسع وتتبوأ وتتسنم ونحو ذلك. أما الفك
فواضح تتجلى القضية، تتوسع الأمور وهكذا. وأما الإدغام الجائز فكيف سيكون؟ يقول يجوز فيه الإدغام مع أنهما في مثلين في أول كلمة، وهذا سيوجب البدء بالساكن. والصحيح في المسألة على خلاف بين النحويين، الصحيح في المسألة أن الإدغام فيهما لا يصح إلا في الوصل دون الوقف، لأن هذا هو المسموع، جاء في بعض القراءات لكن جاء في الوصل دون الابتداء. فعلى ذلك يجوز لك أن تقول وتتجلى الأمور بالفك، أو تدغم وتجلى الأمور، وتجلى الأمور، أو تتوسع وتوسع الأمور، وتوسع الأمور، وربما تسمعون ذلك في بعض اللهجات، فهذا جائز وإن كان الفك هو الأصل والأكثر. الأمر الثالث مما يجوز فيه الفك والإدغام مما ذكر ابن مالك في هذا البيت، التاءان إذا كان أولهما تاء افتعل. التاءان إذا كانت التاء الأولى منهما هي تاء الافتعال، نحو استتر واقتتل، استتر. التاء الأولى في استتر هي تاء البناء افتعل، والتاء الثانية هي عين الفعل سترى، فاجتمع التاءان استتر أولاهما تاء الافتعال، وكذلك اقتتل افتعل من قتل. فيجوز في ذلك الفك وهو الأكثر والأحسن، فتقول استتر واقتتل، وجاء الإدغام وهو قليل فيقولون استتر الأمر وستر الأمر بمعنى استتر، واقتتل القوم وقتل القوم بمعنى اقتتلوا. فعلى ذلك نعلم أن ستر بمعنى استتر هي استتر، لكن حدث فيها إدغام، فلذلك يجب أن تتصرف مثل استتر، مثل افتعل، فتقول افتعل يا يفتعل بفتح الياء، افتعل يفتعل افتعالا، استتر يستتر استتارا، ثم تدغم ستر يستر، يا بالفتح يستر، والأصل يستتر ستارا، والأصل استتارا، وحدث الإدغام. بخلاف ما لو قلت مثلا ستر محمد على الأمر وهو فعل من ستر، سترته وسترته، ستر هذا رباعي، ستر يستر، وإنما المراد هنا افتعل الخماسي استتر ثم يحدث فيه الإدغام. فهذه ثلاثة أشياء ذكر ابن مالك أنه جاء في اللغة فيها الفك والإدغام، وإن كان الفك فيها أكثر. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. فذكر في هذا البيت حكم المضارع المبدوء بتاءين، لأنه ذكره أيضا في البيت السابق في قوله تتجلى، فذكر في هذا البيت حكم الفعل المضارع المبدوء بتاءين، وأنه يجوز فيه الفك والإدغام، هذا ذكر في البيت السابق. وذكر في هذا البيت أنه يجوز لك فيه أيضا إبقاء التاءين، أن تبقي التاءين، وهذا هو الأصل فيه، فتقول تتجلى القضية وأنت تتكبر علينا وتتبين العبر
وأنت تتعلم بسرعة. ويجوز أيضا فيه حذف إحدى التاءين تخفيفا، أن تحذف إحدى التاءين فتقول أن تتعلم بسرعة وتجلى القضية وأن تتكبر علينا وتبين العبر، أي تتبين. وهذا مثال ابن مالك. قال سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها، أي تتنزل. وقال الذين توفاهم الملائكة، أي الذين تتوفاهم. وقال نارا تلظى، أي نارا تتلظى. وقال ولقد كنتم تمنون الموت، أي ولقد كنتم تتمنون. فهذا كثير، فهذا حكم كثير في اللغة، وعلته طلب التخفيف. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي. يقول رحمه الله إذا اتصل بالفعل المضعف ضمير رفع متحرك فيجوز فيه الفك، آسف، فيجب فيه الفك، نحو حللت ما حللته. يقول إذا اتصل بالفعل المضعف، الفعل المضعف ما كانت عينه كلامه مثل شد وهد وفر، إذا اتصل بالفعل المضعف ضمير رفع متحرك، عرفنا ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل ونون النسوة وناء المتكلمين، فحكمه يجب فيه الفك ولا يدغم، فتقول حللت ولا تقول حلت، وإنما بالفك حللت ما حللته. والسبب في ذلك العلة لعدم جواز الإدغام ووجوب الفك، فلا تقول حلت، لأن ضمائر الرفع المتحركة ماذا توجب في آخر الفعل؟ ستوجب فيه الإسكان. طيب ولو أدغمت فالإدغام يوجب في أول المثلين الإسكان، فيجتمع ساكنا على غير حدهما فلا يجوز، فلهذا بطلت المسألة، يعني بطل الإدغام ووجب الفك بقاء على الأصل، لأن الأصل هو الفك، والإدغام كما قلنا في غرضه هو الإدغام يجرى بالتخفيف ما لم يعارض بمانع. فتقول فررت ومللت ولببت، صرت لبيبا. قال تعالى قل إن ضللت، وقال وشددنا أسرهم، فهذا هو قوله وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته. إذن ما الحكم هنا؟ وجوب الفك، الحكم وجوب الفك. فإن انجزم هذا الفعل المضعف، لو أن الفعل المضعف انجزم بجازم ما، فتقول مثلا لم يحل زيد في البيت، ولم يفر، ولم يمل، ولم يلب، يعني لم يكن لبيبا، إذا انجزم ما حكمه؟ جواز الفك والإدغام. يجوز لك أن تفك ويجوز لك أن تدغم. فالفك هو لغة أكثر الحجازيين، آسف، هو لغة الحجازيين، الفك هو لغة الحجازيين، وهي اللغة الأفصح والأكثر. فتقول لم يحلل، وتقول لم يفرر زيد،
وتقول لم يملل من كذا، وتقول لم يلبب زيد أي لم يصل لبيبا. قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي، وقال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وقال ولا تمنن تستكثر، وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآية في النساء. إذن فهذا هو الفك وهو لغة الحجازيين. ويجوز الإدغام وهو لغة بني تميم. وقلنا من قبل إذا قسمت العرب إلى حجازيين وتميميين فإن المراد عند النحويين بذلك على الأكثر أن الحجازيين أهل الحجاز، يعني أهل تهامة ما بين جبال السروات إلى البحر، والتميميون بقية العرب، فأطلقوا عليهم ذلك تغليبا. فالإدغام هو لغة بني تميم، فيقولون لم يحل زيد عندي، ولم يفر زيد، ولم يمل منه، ولم يلب زيد. ومن ذلك قوله تعالى ولا تضار والدة بولدها، ولو فك قال ولا تضارر. ومن ذلك قوله ومن يشاق الرسول، آسف، ومن يشاق الله ورسوله في الحشر، ومن يشاق الله ورسوله، ما في رسوله هنا؟ طيب هذا على حفظك. طيب ومن يشاق الله في الحشر. إذن فالفعل يشاقق جاء في موضع على لغة الحجازيين بالفك، وجاء في موضع على لغة التميميين بالإدغام. وفي قوله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه، قراءتان سبعيتان، فبعض السبعة قرأوا بالفك ومن يرتدد، وبعض السبعة قرأوا بالإدغام ومن يرتد منكم. هذا هو قول ابن مالك. وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي، أي تخيير بين الإدغام وبين الفك. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما كنا نشرحه قبل الصلاة من باب الإدغام. وصلنا إلى قول ابن مالك رحمه الله وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي، وعرفنا أن المراد بذلك أن الفعل المضعف إذا جزم جاز فيه الفك وهي لغة أهل الحجاز، والإدغام وهي لغة بني تميم. ولكن ما مراد ابن مالك بقوله وشبه الجزم؟ الجزم عرفناه المضارع المسبوق بجازم. طيب وشبه الجزم أراد به فعل الأمر المبني على السكون، فعل الأمر المبني على السكون، فحكمه في ذلك حكم المضارع، لما ذكرنا أكثر من مرة أن الأمر إنما يؤخذ من المضارع، فلهذا يأخذ أحكامه. فلهذا تقول أحلل وحل عندي على اللغتين، وافرر وفر منه على اللغتين، واملل ومل منه على اللغتين، والبب ولب يا زيد على اللغتين. ومن ذلك قوله تعالى واغضض من صوتك، وقد جاء ذلك على لغة أهل الحجاز. ولو أردت أن تقول نحو ذلك على لغة بني تميم كنت تقول وغض من صوتك. طيب، وهنا مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، ف
في هذا الموضوع، وهي: كيف نحرك آخر الفعل المضعف في لغة الإدغام؟ الفعل المضعف إذا انجزم وفي حكمه الأمر المبني على السكون، أما على لغة الفك فلا إشكال، سيسكن. تقول: لم يحلل زيد عندي، واحلل يا زيد عندي، مبني على الأمر، مبني على السكون، المضارع مجزوم على ما جزمه السكون. لكن على لغة الإدغام فقلت: حل يا زيد، وفر يا زيد، ومل يا زيد. كيف نحرك آخر الفعل المضعف في لغة الإدغام؟ الجواب عن ذلك أن الفعل المضعف إذا كان مضارعا مجزوما بالسكون، ومثله الأمر المبني على السكون، في لغة الإدغام فيه ثلاث لغات، فيه ثلاث لغات: اللغة الأولى الفتح تخفيفا، وهي لغة كثيرة، تقول: حل يا رجل عندي، أي أسكن واستقر، وفر يا رجل، ومل يا رجل. حل هذا من يحل، يعني أن المضارع مضموم، وفر هذا من يفر، يعني أن المضارع عينه مكسورة، ومل يا رجل هذا من يمل، يعني عين المضارع مفتوحة، فيخفف آخره بالفتح. اللغة الثانية الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، وهي لغة قليلة، تقول: حل يا رجل عندي، وفر يا رجل، ومل يا رجل من كذا، فتحرك آخره بالكسر. واللغة الثالثة هي الإتباع لحركة الفاء، الإتباع لحركة الفاء، يعني أن تحرك آخره بحركة فائه، وهي لغة كثيرة في كلام العرب، وقيل هي الأكثر. فحل حاؤه مضمومة، فتتبع فتقول: حل يا رجل، حل يا رجل عندي. وفر فاؤه مكسورة، فتتبع فتقول: فر يا رجل. ومل فاؤه مفتوحة، فتتبع: مل يا رجل. إذن فآخر المضعف في هذه المسألة على لغة الإدغام لك فيه الفتح تخفيفا، وهي لغة كثيرة، وهي المشهورة الآن في الاستعمال، والكسر وهي لغة قليلة، والإتباع وهي لغة كثيرة. واضح؟ طيب، فإذا كان هذا واضحا فنقول إنه يستثنى من ذلك ثلاث مسائل، يستثنى من ذلك ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا اتصل بالفعل ساكن بعده، إذا جاء بعد هذا الفعل المضعف ساكن، كقولك: حل الآن، أو فر الآن، أو مل الآن. فالآن مبدوءة بأل، فاللام ساكنة، والهمزة همزة وصل تسقط في الوصل،
فسيكون بعد الفعل المضعف حينئذ ساكن، فكيف ينطق آخر الفعل المضعف هنا؟ فنقول الأكثر والأفصح حينئذ الكسر، الأكثر والأفصح فيه الكسر. تقول حل المسألة، حل الآن. وغض تقول غض الطرف، ومن ذلك قوله ومن يشاق الله، ومن ذلك حديث ما لم تصفر الشمس. قال جرير فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فهذه هي اللغة الأكثر والأفصح، أن تكسر. وهناك لغة قليلة لبعض العرب وتنسب إلى غير الفصحاء من بني أسد، أنهم يبقون على الفتح. نحن قلنا من قبل فتحه لغة كثيرة. نعم، فتحه لغة كثيرة، إلا إن جاء بعده ساكن فالفصحاء يعودون إلى الكسر، إلا غير الفصحاء من بني أسد فإنهم يبقون على الفتح حتى ولو جاء بعده ساكن، فيقولون حل المسألة وغض الطرف ونحو ذلك. فعرفنا أن الأفصح والأكثر في ذلك أن تكسر، وهذا مما يكثر فيه يعني نطق الكلمة على غير الأفصح، فبعضهم يبقى بالفتح حتى ولو جاء بعده ساكن. وفي هذا الحديث ما لم تصفر الشمس قصة مشهورة تذكر غالبا في هذا الموضع في كتب النحو، وهو أن شيخا لا يحضر اسمه الآن قرأوا عليه هذا الحديث فسألهم كيف ننطق تصفر، فقالوا تصفر، إلا أبا بكر الشلوبين سكت، فلما صاره الشيخ فصل الجواب وقال إن العرب لهم في ذلك لغات، لكنهم جميعا إذا جاء بعده ساكن عادوا إلى الكسر، إلا غير الفصحاء من بني أسد فإنهم يبقون على الفتح. والقصة طويلة وفيها أبيات وفيها مناقشات يمكن تعود إليها في كتب الحواشي في شرح هذا البيت. إذن فهذه المسألة الأولى المستثناة إذا جاء بعد الفعل المضعف ساكن. المسألة الثانية المستثناة إذا اتصل بالفعل هاء الغائبة، فيجب في الفعل الفتح، فتقول حلها وملها وفرها، وليس لك في ذلك الضم أو الكسر. المسألة المستثناة الثالثة إذا اتصل بالفعل هاء الغائب، إذا اتصل بالفعل المضعف هاء الغائب، فالأكثر والأفصح الضم، الأكثر والأفصح ضمه، تقول حله ورده. وعلى ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. إذا قلنا إن لا فيه ناهية لا نافية، وبعض العرب يفتح المضعف هنا إذا اتصل بهاء الغائب تخفيفا يفتح، وهي لغة قليلة، فيقول رده
وحله. فالخلاصة أن الفعل المضعف إذا كان مضارعا مجزوما بالسكون أو أمرا مبنيا على السكون فإنك في لغة الإدغام تنطقه إما بالفتح تخفيفا وهذا كثير، وإما بإتباع آخره لحركة الفاء وهذا كثير، أو بالكسر وهذا قليل، إلا في المسائل الثلاث المستثناة وقد فصلنا القول فيها. ولو لاحظتم أن جميع الأمثلة السابقة كانت على صيغة فعل الأمر، والفعل المضارع المجزوم بالسكون كفعل الأمر في ذلك كله، فلهذا نقول لم يحل زيد على الأكثر أو على الكثير، يعني الإتباع أن نتبع آخره لحركة ما قبله، لم يحل زيد أو لم يحل زيد بالفتح على الكثير، وإذا جاء بعده ساكن نقول لم يحل المسألة على الأفصح، وإذا جاء بعده الغائبة لم يحلها وجوبا، وإذا جاء بعدها هاء الغائب نقول لم يحله على الأفصح ولم يحله على الأقل. وفي يفر نقول لم يفر زيد بالإتباع وهذا كثير، ولم يفر زيد بالفتح وهذا كثير، وإذا جاء بعده ساكن نقول لم يفر الرجل على الأفصح، وإذا جاء بعدها الغائبة نقول لم يفرها وجوبا، وإذا جاء بعدها الغائب نقول لم يفره على الأفصح ولم يفره على الأقل. كذلك يمل نقول لم يمل زيد بالوجهين على الإتباع والفتح، لأن العين مفتوحة، وإذا جاء بعده ساكن نقول لم يمل الرجل على الأفصح، وإذا جاء بعدها الغائبة نقول لم يملها وجوبا، وإذا جاء بعدها الغائب نقول لم يمله على الأفصح ولم يمله على القليل. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة وضبطها من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يضبطها لكثرة ورودها في كلام العرب. ثم ختم ابن مالك رحمه الله هذا الباب، باب الإدغام، بقوله وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم. لما ذكر رحمه الله أن فعل الأمر المضعف يجوز فيه الفك والإدغام استثنى في هذا البيت منه شيئين: الأول صيغة أفعل في التعجب، فصيغة أفعل في التعجب مثل أحبب بزيد هي على صيغة الأمر أفعل، وإن كانت في المعنى إخبار لكنها في الصيغة في الظاهر في اللفظ على صيغة الأمر، فنبه ابن مالك على هذه الصيغة وأن الواجب فيها الفك ولا يجوز فيها الإدغام، وقد ذكرنا العلة في نحو ذلك من قبل، وهو أن صيغة التعجب صيغة مقصودة للفظها فلهذا لا تغير بالإدغام ونحوه، ومن ذلك قول الشاعر: وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة.
وتقول أشدد بالأمر وأملل بكلامك وألبب بزيد، ولا يجوز في شيء من ذلك الإدغام لأن الصيغة صيغة تعجب. والثاني فعل الأمر المستثنى الثاني هو قولهم هلما بمعنى تعال، فيجب فيه الإدغام ولا يجوز فيه الفك. وهلما فيه خلاف بين العرب، فبعضهم يجعله اسم فعل أمر فلهذا يلزم هذه الصيغة مع الجميع مذكرا ومؤنثا مفردا ومثنى وجمعا، وبعضهم يجعله فعل أمر فيصرفه تصريف فعل الأمر فيقول هلم يا زيد وهلمي وهلم 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 وهكذا. فهذا هو باب الإدغام، وهذا شرح أبياته. فهل هناك سؤال في باب الإدغام قبل أن ننتقل إلى الخاتمة؟ تفضل. إلى آخره. درر على فعل، نعم، مستثنى مثل صفف. لا يمتنع الإدغام. نعم. فإذا قلنا در. نعم. در ليس على وزن فعل، وإنما على وزن فعل، هذا مصدر. إما أن يكون مصدرا إن أردت در يدر درا، أو اسم إن أردت الدر اللي هو المفرد الواحد، هذا على وزن فعل، على وزن فعل وليس على وزن فعل. در لا ليس جمع، در هذا اسم جنس، اسم جنس واحده درة وليس جمعا لدرة. لو أردت أن تجمع درة فإنك تجمعها على فعل فتقول درر ولا تقول در، فإن قلت در فهو اسم جنس مثل تمر وتمر، هذا اسم جنس. لا، نريد إذا كان على وزن فعل وهو الجمع الذي يكون على وزن فعل. أما فعل فهذا وزن موجود في الأسماء مثل قفل، أشكال فيه. نعم، سؤالا آخر. ثم ختم ابن مالك رحمه الله تعالى ألفيته بقوله وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة. فلما أتى رحمه الله تعالى على ما أراد جمعه من علم النحو وما كان وعد به من قبل في خطبة الألفية عندما قال مقاصد النحو بها محوية، قال هنا وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل. وقوله على جل المهمات أي أن الألفية لم تستوعب النحو بجميع مسائله وخلافاته، ولكنها جمعت أكثر مهمات النحو. وقد صدق رحمه الله تعالى في ذلك كما رأينا، ففي الألفية أغلب أبواب النحو ولم يفته منها إلا القليل كباب القسم، فإنه لم يذكره في الألفية وإن كان ذكره في أصلها الكافية الشافية. وقد ذكر في كل باب من أبواب النحو التي ذكرها أكثر مسائل هذا الباب لا جميع المسائل. وقد استوفى ابن مالك رحمه الله تعالى أبواب النحو
ومسائله وخلافاته في كتابه العظيم التسهيل، واسمه الكامل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وهو أعظم كتب ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو من أواخر كتبه، وقد شرح أكثره، إلا أنه توفي رحمه الله قبل أن يكمل شرحه، فلهذا قالوا إنه اشتغل بشرح التسهيل عن شرح الألفية، وإلا فإن عادة ابن مالك في كتبه أن يؤلف متنا ثم يشرحه، وكذا فعل في أغلب كتبه إلا الألفية فلم يشرحها، قالوا اكتفى بشرح أصلها الكافية الشافية، وهي مطبوعة محققة ومطبوعة مع شرحها، وانشغل بذلك بتأليف كتابه العظيم التسهيل وشرحه. وقوله رحمه الله أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، أي أن هذه الألفية قد أحصت من منظومة ابن مالك الطويلة المسماة الكافية الشافية في النحو، وهي في قرابة 3000 بيت، كان قد نظمها في حلب عندما كان مدرسا بالمدرسة السلطانية في حلب في أول قدومه من الأندلس، ثم بعد ذلك انتقل إلى دمشق، وبعد الغزو التتري ارتحل إلى حماه، وفي حماه ألف ألفيته، وبقي هناك قرابة سنتين، ثم عاد بعد انتهاء الغزو واستقرار الأمور عاد إلى دمشق عالما ملء الدنيا، فأعطي المدرسة العادلية أعظم جامعة في العالم في ذلك الوقت، فكان قيما مديرا لأحد قسميها، وهو قسم القراءات والعربية، إلى أن توفي رحمه الله، وألف حين ذاك التسهيل وشرحه. فيقول إن الألفية أحصت من أصلها الكافية الشافية الخلاصة، الخلاصة، وقوله الخلاصة هنا قد نقول فيه تورية، وربما فيه شيء من بلاغته رحمه الله تعالى، فقد كان بارعا جدا في النظم، حتى قيل إنه يعني سهل عليه النظم رجزه وطويله، ولو شاء أن يجعل كلامه نظما كله لفعل، وله منظومات كثيرة منها الألفية وأصل الكافية الشافية، وله منظومة في 3000 بيت اسمها المثلث في اللغة وهي مطبوعة، وله ألفية في القراءات لامية وهي محققة وستطبع، فله منظومات كثيرة. فقوله الخلاصة هنا تكون صفة، يعني أحصت من أصلها خلاصتها، وتكون علما لأنه سمى هذه الخلاصة من الكافية الشافية، سماها الخلاصة في النحو، فألفيته اسمها العلم الخلاصة في النحو، ثم اشتهرت في حياته وبعد مماته باسم ألفية ابن مالك، لأنه كان معروفا يعني في زمانه وقبل زمانه الألفيات العلمية، وأنها تسمى باسم ناظمها ألفية فلان ألفية فلان، وإن كان صاحبها قد يسميها باسم آخر. وقد كنا تكلمنا على ألفية ابن مالك واسمها وعدد أبياتها وما يتعلق بذلك من شروح
في أول درس لنا في شرح هذه الألفية، فلا نعيد ذلك. وكما بدأ ابن مالك ألفيته بحمد الله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ختم ذلك بقوله: فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة. قال شارحه العبد الفقير إلى ربه سليمان بن عبد العزيز بن عبد الله بن حمد العيوني: بدأت شرح ألفية ابن مالك في 18 من شهر صفر من سنة 29 و400 ألف، وقد من الله بفضله علي فأتممت شرحه في هذه الليلة، ليلة الرابع من شهر جمادى الأولى من سنة 36 و400 ألف، أي في 7 سنوات وشهرين. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسابغ نعمته. وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل عمل صالح لي وبكل ما يحب أن يدعى به أن يجعل هذا الشرح نافعا ومفيدا ومفهوما، وأن يجعله مباركا في الدنيا والآخرة، وأن يعم بنفعه من شرحه وحضره وسمعه ونشره واعتنى به. وأسأل الله أن يجعله عملا صالحا خالصا لا رياء فيه ولا سمعة، وليس فيه شيء لغيره كبير ولا صغير. وأسأل الله أن ينفعني به ووالدي وزوجي وأولادي وأهلي وإخواني والمسلمين. وأقول: ما في الشرح من خير ونفع ووضوح وبركة وقبول فمحض فضل الله ونفحات رحمته، فأسأل الله المزيد من ذلك، وما فيه من خطأ وتقصير وغموض فمني، وإني أعوذ بالله منها وأتراجع عنها. وأسأل كل من حضره وسمعه أن يتجاوزوا عما فيه من خطأ وتقصير. والحمد لله حمدا يبلغ رضاه ويبلغنا جنته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله ورسوله ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.